أهلا وسهلا أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في قناتنا. فيديو اليوم سوف نتحدث عن نتائج المسلسل الجديد الذي مثلت فيه الممثلة سيلا، حيث تم الإعلان عن نتائجه. سوف نكتشف جميعا هل انتصرت سيلا أم نظمية يلماز. المهم قبل الانتقال إلى الفيديو الخاص بنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة. المهم أصدقائي، تم يوم أمس بث الحلقة الأولى من مسلسل شراب التوت البري، وتم الإعلان عن نتائج التصنيف للمسلسل والتي كان الكثير ينتظرونها بفارغ الصبر. ولكن سلسلة الطائر الرفراف كان الأكثر مشاهدة يوم الجمعة، حيث احتل هذا المسلسل المركز السادس في بث الحلقة الأولى. أما مسلسل سيلا شراب التوت البري احتل المرتبة 12، وحصل على 156 ألف مشاهدة على تويتر واليوتيوب في التصنيف مع الحلقة الأولى. وفي الواقع هذه بداية سيئة بعد الشيء، حيث كان الجميع يتوقع اقتحام المراكز العشرة الأولى. على الرغم من ذلك، كانت السلسلة هي التي تلقت أكبر عدد من التعليقات على الشبكات الاجتماعية، حيث قالت نظمية يلماز إنها نسيت أن مسلسلها لم يستطع حتى دخول قائمة العشرين من يوم بثه، وأنها حققت النصر بهذه النتيجة. التركيز على فشل الآخرين يعني قبول أنك فاشل أيضا. الأشخاص الناجحون لا يركزون على الآخرين. ماذا عن هذا الكلام؟ هل تعتقدون أن نظمية يلماز على حق؟ بداية سيئة لمسلسل شراب التوت البري. لنكون صادقين، سيكون من الخطأ القول أن كل شيء سيء، لأن تبقى نقطتان أقل من النتيجة المتوقعة. لم يكن التصنيف جيد جدا، ولكن نأمل أن يرتفع في الفصول التالية، لأن هذه مجرد حلقة واحدة، ونتمنى في الحلقات المقبلة أن يحطم الأرقام القياسية، لأن توقعات سيلا تورك أوغلو كانت عالية جدا، رغم أن هناك دراما كما قلت أخرى يتم بثها في نفس اليوم. تؤدي بطولة هذا المسلسل الممثلة عفراء سراج في مسلسل الطائر الرفراف، وسيلا كانت لا تخشى التنافس مع عفراء سراج أوغلو. ولا ننسى أيضا أن هذه الممثلة أثبتت هي أيضا نجاحا باهرا بالفعل على الشاشات، فسيلة تمر من اختبار صعب للغاية. هل تظنون أنها سوف تجتاز هذا الاختبار؟ بصراحة قصة المسلسل من واقع الحياة، أظن أنه سوف يكون حديث الجميع فيما بعد. نتمنى التوفيق والنجاح للممثلة التركية سيلا تورك أوغلو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد. مع السلامة.